السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طبعا حبايب قلبي مواليد برج القوس، هنشوف فنجانك يا برج القوس. طبعا انا عارفه ان انت مستني القراءه دي من بدري، لكن باذن الله هتكون طاقه ايجابيه وكل تاخيره وفيها خيره باذن الله يا برج القوس. انزل باللايك الجميل وبالتعليق الحلو والصلاه على الحبيب اهم حاجه علشان بيرفع الفيديو بتاعك. بصوا كده، بصوا يعني الامور اللي عندكم مختلفه، يمكن انتم من الشكل بس هتحسوا ان عندكم فعلا امور مستجده، امور عكس الفتره اللي فاتت. اول حاجه اللون شايل لكم طاقه حلوه، شايل لكم اخبار حلوه باذن الله. يلا انزلوا باللايك الجميل عشان بيعلي الفيديو بتاعكم وبيفرحني جدا، واكتبوا لي كومنت جميل صلوا فيه على الحبيب، وان شاء الله باذن الله كل خير ليكم. نشوف دلوقتي ايه الاخبار عندكم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله باذن الله يكرمكم من حيث لا تحتسب. طيب اول حاجه عندكم طيبه قلب، قلبكم طيب جدا، يعني انتوا عباره عن اشخاص اصلا طيبين، فخدوا بالكم من نفسكم. في طاقه حلوه قوي، الطاقه دي عباره عن ورده هتتفتح قدامكم خلال كام يوم بالظبط، لان هنا حصل مشاجرات، حصل كلام سلبي واتزعلتوا. انتوا هنا عايزين حاجه، تدعوا ربنا بحاجه معينه، يعني دعوه، في حاجه معينه بتدعوا ربنا بيها، وان شاء الله باذن الله هي الحاجه دي اللي هتكون جايه لكم، عباره عن ورده هتنور حياتكم. في حمامتين، الحمامتين دول بيدول يعني هما الحمامتين مع بعض في قفص، فده بيدول رجوع مع الشريك او كلام يخص الشريك او افعال مع الشريك جديدة، يعني كله من نصيبكم. انتوا هنا يعني لو عندكم حد في ضيق، حد في سجن، حد مش يعني الحد اللي عندكم ده تعبان في انفراجة عنده. طيب احب اقول لكم ان انتم محسودين على الضحكة اللي في وشكم، يعني لو انتم بتضحكوا فانتم محسودين على الضحكة دي. طيب الحسد ده جاي لكم منين؟ الحسد ده جاي لكم من يعني مش هقول لكم ارض بيتكم، لكن جاي لكم من المقربين عليكم، جيرانكم، الناس اللي هي عارفة وضعكم وعارفة حياتكم. انتم هنا عندكم رزق، والرزق ده كبير قوي، هيعوم عليكم او هيغرقكم بمعنى اصح رزق. طيب الفتاة، الفتاة انت عايزة ايه؟ انت مش عارفة انت عايزة ايه، ومش عارفة تتخطي المشاكل اللي انت فيها ازاي، يعني في شوية ضغوط بينكم وبين الشريك، لاما انتوا مش فاهمين الشريك، لاما الشريك متسلط نرجسي، يعني في ناس بتحاول توقع ما بينكم وانتوا اصلا مش عايزين العلاقه دي. لو كان الشريك من ابراج ناريه فانتوا مش عايزين العلاقه، عايزين تنهوها، لان مضغوطين من الابراج الناريه، مفيش تفاهم نهائيا، او في ضغوط عليكم من تخص العاطفه. البعض منكم ممكن يكون عنده تعارف جديد، عنده امور جديده هتتفتح قدامه، يعني انتوا هنا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بقالكم مدة كبيرة بتتحاسبنوا، لكن بفضل ربنا في نصرة من عنده، يعني انتوا اتظلمتوا كتير وبتحاولوا ان انتوا تدعوا ربنا يحميكم، تدعوا ربنا يعدلكم الفترة دي على خير. لو انتوا حد عندكم حامل دايما بيدعوا ربنا ان هو يكمل له حمله، دايما ربنا يعني ينصره. لو الحرباية اللي موجودة في حياتكم طلعت، هتكون عندكم امور مستجده. انتوا دايما عاملين زي العمود، العمود اللي منور، عاملين زي حاجه كده في حالها، تتدخلوش في اللي ما لكمش فيه، لكن وقعتوا في مشكله كبيره، والنجاه هيكون من عند ربنا، ربنا مش سايبكم وهيقف معاكم. انتوا هنا في يعني مشيان من المكان اللي انتوا فيه، عايزين تمشوا، عايزين تبعدوا،
عايزين بمعنى اصح ان انتم ما تقعدوش في المكان اللي انتم فيه، رغم ان انتم عندكم فرحة بقالها مدة مستنينها، لكن مش عايزين تقعدوا في المكان اللي انتم فيه بسبب الضغوط اللي ممكن تجيلكم من اي حد، لان حاسين ان محدش هيسيبكم في حالكم، حاسين ان انتوا خلاص مش عايزين حاجة من الناس دي، عايزين بس ايه تمشوا تبعدوا. يعني انتوا من كتر الضغوط حاسين ان انتوا في طاقة زعل، في طاقة خمول، طاقة يعني طاقة حزن مسيطرة عليكم، لكن الفرج بفضل ربنا هيكون من عند ربنا سبحانه الله وتعالى. عندكم رقم 7، رقم 7 ده مميز جدا في حياتكم، في طريق سفر، طريق سفر انتوا طالعين له بطيارة، لان في انفراجة حلوة قوي. الوضع اللي انتوا فيه حاليا هيبقى فيه موعد مستجد لحياتكم، انتوا حاطين طريق مسدود، حاطين سد بينكم وبين حد، لان الحد ده ما كانش كويس، في حسم علاقات او في تغيرات في علاقات، البعض منكم تعرض لانفصال، انفصال بينه وما بين نفسه، انفصال بينه وما بين الاهل، مش لازم يكون انفصال الشريك، ولو انفصال الشريك ففي بعد بينكم وما بين الشريك. طيب في ناس بتتدخل في حياتكم او في طرف تالت في حياتكم، يعني في حاجة تخص حياتكم، انتوا جمال جدا وطيبين، والطيبة اللي عندكم دي هي اللي دايما بتوقعكم في مشاكل، حتى البعض منكم بيقول احنا اللي بيوقعنا في مشاكل طيبتنا هي اللي بتضيعنا. طيب حصل سحر من فترة، وده اللي انتوا حاسين بسبب هو ده سبب تفريق بينكم وبين الشريك. عندكم حد متجوز، والحد المتجوز ده دايما عينه عليكم، لدرجة انتوا حاسين شاكين في امور عندكم من ناحية الشخص ده مش عاجباكم، او مش عاجباكم اصلا نظراته. طيب الوضع عندكم هيكون مستقر، في عندكم اطفال، الاطفال دي يعني لو اما هيكون عندهم علاقات عامة في الماديات الامور هتتحسن، ولو عندكم ولاد او بنات كبار في السن على وش جواز، عايزاكم تكونوا قريبين منهم شوية، لان انتوا في مشاجرات بسبب حد. طيب في حد انتوا حاسين ان هو بيضحي عشانكم، لكن هو ولا بيضحي ولا بيعمل اي حاجة، ما بيعملش اي حاجة اصلا، انتوا بس شاكين ومش متأكدين، يعني حاسين ان هو بيعمل المستحيل عشانكم، لكن هو ما بيعملش اي حاجة، هو اصلا حابب الوضع اللي انتوا فيه، حابب كسرتكم، وممكن يكون هو سبب الكسرة اللي انتوا فيها. فانتوا عندكم خطوة جديدة، والخطوة دي هتكون ايجابية، لان عندكم فصل ونهاء موضوع، نهاء قصة ونهاء حكاية بينكم وبين الشخص اللي هتعرفوا ان هو ما بيعملش حاجة من اجلكم. كمان البعض منكم هيكون في اعجاب بينه وبين حد، يعني او في موضوع سمعتوه هتسمعوه او سمعتوه الموضوع ده، حد هيقول لكم ان في حد معجب بيكم، حد هيقول لكم ان في حد عايز يقعد معاكم يتعرف عليكم، الكلام ده كله.
فانتوا هتاخدوا خطوة بخصوص الشخص ده. برضو عندكم حرف الام، وحرف الام ده عنده يعني ابعد عنه، لاني عندكم بينكم وما بينه يعني انتوا بتحبوه، لكن وراه ست دايما بتحاول تأذيه، متحكمة، ست مش عايزاه يعمل حاجة الا بإذنها. وطبعا انتوا مش عاجبكم الوضع ده، فهتحسوا ان انتوا تعبانين. لو انتوا مستنيين اطفال، او بتسألوا على اطفال، او بتاخدوا علاجات، او زي ما يكون هيكون في حمل، بس عايزاكم تخلوا بالكم لو حصل عندكم حمل متشربوش من حد حاجة، لان في ناس بتخطط لكم، في ناس قاعدة ما بتعملش اي حاجة في حياتها غير ان هي ايه حاطة ايدها على خدها وبتخطط لكل اللي رايح واللي جاي. وعلى ما اظن انتوا فاهمين كلامي كويس. عندكم حما جديدة، ام جديدة، واحدة ست شديدة جدا، بس بتحبكم، يعني هي بتحبكم، او هي طيبة، او هي انتوا مش فاهمينها كويس، في خلافات ما بينكم، لكن دايما على قد الخلافات على قد الظهر، اللي في القلب دايما بيكون في القلب. في دموع حزن عندكم، دموع الحزن دي انتوا يعني دموع الحزن دي اللي بسبب التناقض، في حد عمال يتناقض فيكم، حد عمال يأذي فيكم. انتوا عندكم وقفة جديدة، وبسبب مكالمة تليفون هتحصل، لان في مشروع ناجح، متسمعوش كلام حد، انتوا اندفعوا لقدام، اطلعوا السلم، كم شعب حد خالص. على قد يعني مطال انتظاركم، على قد ما الفرح هيكون عندكم. المشروع اللي انتوا فيه ده هيكون حلو قوي. طيب في شكوى او في تأخير في حاجة معينة انتوا مش عاجباكم خالص، يعني تأخير ورق، تأخير فلوس، تأخير زي ما يكون في حاجة عمالة تتأخر عندكم، وانتوا مش عاجبكم الوضع، وفي نفس الوقت مش عارفين تعملوا ايه، او مش عارفين تتخطوا كل الضغوطات دي ازاي. لان اللي يعني لو انتوا مثلا التأخير ده ممكن يكون تأخير ارباح، تأخير عمل مهم، تأخير اشياء انتوا عمالين تفعلوها من بدري، الله اعلم. لكن انتوا عندكم اشياء عمالة ترجع لورا، فخدوا بالكم من نفسكم كويس جدا. طيب البعض منكم مقيد، انتم مقيدين في علاقة، مقيد يعني متقيدين في حاجة جايبالكم دايما نحس، حاجة بقى بحسين هي عم الحاجة دي هي اللي بترجعكم ورا. فحاولوا ان انتوا دايما تكون اعصابكم هادية، طول ما اعصابكم هادية، طول ما انتوا هتعرفوا تتخطوا كل الصعوبات اللي بتمر في حياتكم، لان الصعوبات اللي بتمر في حياتكم دي ضغوط، ضغوط نفسية، وانتوا يعني بتحاولوا يعني على قدر المستطاع بتحاولوا ان يكون في تبشرات مستجدة. في ميزان، والميزان ده مايل شوية اتجاهكم، فده بيدل ان ميل حالكم او ميل الامور اللي عندكم، فبإذن الله كل حاجة عندكم هتظبط وهترجع زي الاول. كمان انتوا دايما بتدعوا ربنا، دايما بتلجأوا لربنا، دايما متلجأوش للعبد ابدا، وعشان كده هيكون عندكم حيرة، حيرة، والحيرة دي تعباكم، تعباكم قوي، لان الحيرة دي جايبالكم نبذة عن ماضيكم، جايبالكم نبذة عن الصعوبات، نبذة عن الخذلان اللي انتوا عشتوا فيه، فانتوا عندكم مواجهة
والمواجهة دي بين شخصين، والشخصين اللي هتواجهوهم دول يعني هتكون نيتهم خبيثة خبيثة قوي، بيحاولوا ان هم يوقعوكم، وهيحاولوا في وسط القعدة دي يجيبوا يقلبوا الترابيزة عليكم. فلو انتوا ما كنتوش بتفكروا كويس جدا في الرد، وفي يعني عايزاكم في القعدة دي تقعدوا خالص، تقعدوا ما تتكلموش وتسمعوا اكتر ما تتكلموا، لان لو غلطتوا حقكم هيضيع، لان هم عمالين يفكروا عمالين يرسموا وعايزين يوقعوكم صح، فخدوا بالكم. طيب انتوا عندكم هنا في حاجة برضو مش عارفين بدايتها من نهايتها، ورقة حاجة عندكم في حياتكم تخصكم، مش عارفين ايه البداية وايه النهاية، مش عارفين، حاسين ان في حاجة متلخبطة، في حاجة بتلعب، يعني مش مرتاحين لان انتوا ساكتين ومش عايزين تتكلموا. في نقلة من مكان لمكان، والنقلة دي حلوة، ممكن تكون سفر من مكان جديد او يعني من حاجة جديدة. في كمان هنا هتشوفوا أفعى، الأفعى دي هتكون ست، الست دي يعني بصوا هي ممكن تكون في حرفها حرف الياء، لأن حرف الياء حرف النون، فالست دي معاها ولدين، ولد وبنت، بنتين، معاها حاجة تخص رقم 2، دايما عيونها مركزة معاكم قوي، عيونها حاسداكم قوي قوي، فخدوا بالكم منها، لان انتوا بتعانوا من الضغوطات اللي يعني الضغوطات اللي هي مش عارفين ازاي تتحسن، مش عارفين ازاي تتخلصوا منها، فدايما عايزاكم انتوا المنتصرين. بتحبوا القطط، بتحبوا الكلاب، في حاجة انتوا بتحبوها عندكم ومربيينها، الحاجة دي ممكن تكون يعني عاملاكم اكتر من حاجة تعباكم، عاملاكم اكتر من حاجة ازياكم في حياتكم، فعايزاكم دايما تخلوا بالكم من كل الناس اللي حواليكم، وعايزاكم ما تشيلوش نفسكم الهم زيادة عن اللزوم، يعني بلاش تضغطوا على نفسكم، انتوا عندكم حيرة، عندكم خوف من بكرة، عندكم ضغوطات نفسية وجسدية. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت مرادكم، قولولي بقى في الكومنتات قراءتنا النهاردة تستاهل منكم ايه، وانتظروا مني قراءات كتيرة حلوة.